آلاف من المحتشدين في ساحات مدن وقرى الشمال السوري حاملين أعلام الثورة السورية محتجين على التصريحات التي أطلقها مولود جاويش أوغلو وزير الخارجية التركي حول مصالحة بين المعارضة ونظام الأسد، تصريحات رآها السوريون ضد إرادتهم في التخلص من نظام مستبد. خرجت اليوم المظاهرات للتعبير عن رأيها الواضح والصريح واللي هو لا تصالح مع هذا النظام المجرم، لا يمكن المصالحة مع هذا النظام المجرم، لا يمكن أن نعود لهذا النظام المجرم. طالما هناك عرق ينبض، النظام قتل المئات وشرد الآلاف واغتصب النساء والأطفال، السجون تغص بالمعتقلين، السجون تغص بالحرائر من عزاز إلى الباب ومن عفرين إلى جرابلس ومارع، في المصطومة وسلقين ومدينة إدلب وفي تل أبيض ورأس العين، سوريون نادوا بالتمسك بالثورة ومبادئها. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن اليوم في مظاهرة شعبية حاشدة استنكارا لموضوع المصالحة مع النظام الإجرامي الأسدي الذي احتل بلادنا. نحن لا يمكن بحال من الأحوال أن نصالح على دماء شهدائنا وأعراض حرائرنا وآهات مهجرينا. نحن أمة خرجت تطالب بحقها ولن نرجع عن مطلبنا هذا حتى آخر قطرة دم من هذا الشعب السوري الأبي. خرجت المظاهرات في كل مكان في جميع مناطق المحرر تنادي جميعا، تنادي بإسقاط نظام الأسد، لا للمصالحة مع نظام الأسد ولا للاتفاق. جميع المصطلحات تؤدي لنتيجة واحدة، ثورة 12 سنة استمرت وستستمر حتى إسقاط نظام الأسد. دعوة جاويش أوغلو لمصالحة المعارضة مع نظام الأسد أثارت حفيظة السوريين بعد أن عانوا من القصف والتهجير والفقد، ما دفعهم لرفضها عبر وسم لن نصالح الذي انتشر على مواقع التواصل، وأيضا الخروج بمظاهرات قال المشاركون فيها إنهم سيعيدون الثورة لسيرتها الأولى.